عبد المطلب وسوى عقيقه وجمع قريش وقال لهم يا قوم انني سميت ابني هذا محمدا، فتمعروا قالوا ترغب عن اسماء ابائنا واجدادنا؟ ما فيه، وش الاسم؟ اول مره نسمعه وتسميه محمدا. وكأن الله انطق جده عبد المطلب فقال كلمه مشهوره، قال اني سميته محمدا اني احب ان يحمد في الارض من اهل الارض وان يحمد في السماء من اهل السماء. هذا يقوله جده، كأن الله انطقه. يقول بعض اهل العلم انطق الله عبد المطلب بهذه العباره محمد. وش يعني محمد؟ محمد الذي يحمد، يشكر، يحمد 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 يحمد، من كثرة افعاله التي يحمد يحمد صار محمدا، من كثرة ما يشكر 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 يحمد صار محمدا. صلى حليمة نفسها تصف المشهد تقول وكنا النساء يذهبنا، ودخلت الاولى شافت رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد، اين ابوه؟ قالوا ميت يتيم، تتركها الاولى، وجت المرضعة الثانية وتركته، الثالثة والرابعة والخامسة، حتى انتهى جميع المرضعات ولم يبقى ولا طفل. تقول حليمة فأتيت أبحث عن طفل يريد الرضاعة فما وجدت أحدا إلا هذا اليتيم صلى الله على محمد. واليوم نغبط على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. تقول حليمة فأخذته، قلت لا أعود إلى بني سعد من غير طفل. تقول ومنذ أن حملته قال لي زوجي، زوجها الحارث، قال يا حليمة لقد أخذت اليوم نسمة مباركة. النبي لكان وفيا معها بعد 55 سنة في فتح مكة. الرسول جالس يفتح مكة الآن والناس حوله يسلمون عليه ويبايعونه ويعاهدونه. التفت الرسول فإذا بعجوز تقترب منه جاية ما يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقتربت وقفت تنظر إليه نظرها ثقيل وضعيف وتبكي. قال من هذه؟ يسأل الصحابة. قال هذه حليمة السعدية. فبكى وضمها عليه الصلاة والسلام ووقف يمسح على رأسها، فقبل يدها ورأسها أمام الناس ونظر النبي للناس ثم قال ما بكم؟ إنها أمي، أمي حليمة السعدية التي أرضعتني. فينظر النبي هذا المشهد بهذا والناس ينظرون يبكون، فقام النبي فخلع رداءه وفرشه لها في الأرض ثم أجلسها عليه، ثم الناس وقفوا ينظرون، قال اذهبوا دعوني دعوني وأمي ساعة. النبي 40 سنة، هنا بدأ الوحي في هذا الغار الصغير. أنا ودي تشوفون رجاء في اليوتيوب ولا تشوفونه في الصور، ترجعون لغار حراء تشوفون ذاك الموقع. ليش الله جل وعلا ما جعل الرسالة والوحي ينزل في قصر، في مكان فيه فخامة؟ في هذا المكان لأنه يريد أن يقول لنا الهدف عندنا المنهج، الهدف الرسالة، الهدف الفكرة، مو بهدف الأشكال. الهدف عندنا الإخلاص، الهدف عندنا صفاء النية، الهدف أن تتوجه هذه الأمة صادقة مؤمنة بالله. في هذا المكان التقى حضن السماء بحضن الأرض، والتقى نور السماء بنور الأرض، والتقى أمين السماء بأمين الأرض، والتقى جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم. جبريل نزل بلهفة، جبريل له 650 سنة منقطع الأرض ما نزلها، آخر مرة نزل في وقت عيسى ومن زمان على الأرض، ونزل بشوق. الرسول رايح ذيك الليلة لما بلغ 40 سنة بالتمام ويمشي، فدخل في الغار ثم جلس يتفكر ثم خرج من الغار. لما خرج من الغار وهو داخل، تخيل وانت داخل كذا في مكان مظلم يطلع لك شخص مخلوق ما عمرك شفته، لا هو بإنسان ولا مخلوق، وفي ليل وفي ظلام ولا أحد ومكان موحش، ويرى جبريل عليه السلام. طبعا جبريل لا يخوف لكنه مخلوق بالنسبة لمحمد غريب، جبريل 600 جناح اذا نفضها في الحديث الصحيح تساقطت اللؤلؤ منه عليه الصلاة والسلام من جماله وعظمته. يقول فرآني النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته، الرسول واقف الآن، تخيلت الموقف، فصابني رحمة. يقول فجاءني، شوفوا لفظ الحديث سأذكر لكم بالنص، يقول فوقف جبريل في وجهي الآن 3 أحضان، الحضن الأول حضن الجبل، والحضن الثاني حضن الغار، والحضن الثالث حضن جبريل. قال فضمني، والرسول ناظر ما يدري ايش السالفة، موضوع خطير. قال له جبريل اقرأ. يقول وينظر إليه، قلت ما أنا بقارئ، وش أقرأ؟ ما أعرف أقرأ أنا. يقول فأصابني الخوف، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. يقول ففك تركني. يقول فنظرت إليه
ثم في اللفظة الثانية الأولى قال احتضنني وضمني، الثانية يقول جبذني مسكني من هنا، ثم أخذ بشدة قال اقرأ، يقول حتى ظننت أن الموت جاءني. قلت وماذا أقرأ؟ قل لي ماذا أقرأ؟ يعني اشتبي نقرأ وبقرأ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آيات خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. تخيلوا جبريل يقول هالكلمات ثم يفك النبي ويروح. طيب من أنت؟ وش المهمة؟ وليش نزلت علي؟ ما قال له أنا جبريل، ولا قال له أنت رسول. ضم اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ماذا أقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم راح وتركه. لأنك ما راح، أنا اللي أقول لك، أنا لو جيت مع هالخوف وبعد أجي أقول تراك رسول وأنا جبريل ينهار يموت، لكن تركتك لأن حتى الخبر ما راح يجي مني، راح يجيك من بشر من ورقة بن نوفل، مو مني أنا. وراح جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمين يسار ما شاف أحد، ويركض صلى الله عليه وسلم ويذهب، فإذا برسولكم عليه الصلاة والسلام يدخل إلى من؟ إلى خديجة. زملوني، تقول خديجة رأيته عليه الصلاة ينتفض، زملوني دثروني، فإذا بخديجة رضي الله عنها وأرضاها تزمله صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي يا رسول الله تعال يا أبو بكر نبغاك معنا في الإسلام. ويدخل أبو بكر يقول والله الرسول، اسمه حديث الرسول، والله ما كلمت أحدا على الإسلام إلا نظر، يعني وقف وتردد، إلا أبو بكر، فمنذ أن قلت له إني محمد رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول، يقول ما تردد. عليه الصلاة والسلام الآن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن، أن ينادي القبائل كلهم، وبحث عليه الصلاة والسلام عن أشهر مكان وأكثر مكان تعرفه العرب وقريش، فوجد جبل الصفا وهو قريب من مكة، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا. ولكم أن تتخيلون النبي بشجاعته بقوته بفصاحته وبثقته بالله وإيمانه، ويقف عليه الصلاة والسلام بكل ثقة ثم يرفع صوته، ما ذهب إلى مكان منزوي أو مكان غير معروف، بل جاء في أبرز مكان في مكة. والذي يصعد اليوم الصفا وهو يعتمر بين الصفا والمروة يرى كيف هذا الجبل مرتفع، وكيف ترى الكعبة من على هذا الجبل. فبدأ ينادي يا بني عبد المطلب، يا بني عدي، يا بني فهر، ولم يترك قبيلة، حتى قيل أنه من لم يستطع أن يحضر أرسل مندوب عنه ينيب له بالحضور حتى يسمع ماذا يريد محمد. هذا فيه دلالة على أن محمد عليه الصلاة والسلام ارتفع صوته، وأنه جهر بالحق، وأنه صدع بما أمره الله تبارك وتعالى. والله أنا أقولها بكل أمانة، نتمنى أن يكون عندنا جرأة في الحق لكن بعقل. الجرأة في الحق جميلة، أن يكون عندك جرأة في قول الحق، في نشر الخير، في الرغبة الملحة على أن تسمع كل من حولك الكلمة التي تستفيد منها والعبارة التي تقودك إلى الطريق الحق. ولذلك النبي يقول رب مبلغ أوعى من سامع. يمكن أنا وأنت نسمع الكلام هذا لكن ما نتأثر، لكن أنقل ما سمعت، أنقل ما قرأت، انقله للناس، قد يتأثر من يستمع هذا الكلام. ثم اجتمعوا الآن قريش، وش عندك يا محمد؟ شو كيف وهذا أسلوب بلاغي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أنتم إيه يا قريش لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي، خلف هذا الجبل، خيلا تصبحكم أو تمسيكم، يعني فيه جيش غائر عليكم، والجبل مو طويل، معقولة بيجي جيش ويكون خلف الجبل ما شفناه؟ أن خلف هذا الجبل خيلا تصبحكم أو تمسيكم أو تصدقونني. قالوا ما جربنا عليك كذبا، هذه شهادة ثانية، أنت صادق يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رسول الله إليكم، وإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. ترى اللي ما راح يسمع كلامي فيه عذاب بين يدي، وقد يعاقبه الله جل وعلا، وقد يتعرض لأذى. ثم التفت الناس بين بعضهم إلى بعض ثم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وسكت الناس، ما حد تكلم. الكلام فيه نوع من القوة وفيه نوع من الثقة وفيه أيضا جهورية الصوت والثقة. ولم يقم إلا أبو لهب، وهنا النزاع الثاني والثالث من أبو لهب، قال تبا لك سائر اليوم، هل هذا جمعتنا؟ بلال كان يداس عليه عند الكعبة
يداس عليه دوس عند الكعبة. ولذلك ترى انا اقول اتحدى اي جهة تدعي ان عندها حقوق انسان تأتيني بحقوقها وتعرضها على ما فعل محمد بن عبد الله. اسمحوا لي بذكر لكم موقفه في السيرة توه، باقي له وقت لكن ودي اقولها الان. بلال مر عليه الرسول وهو يعذب، فاذا هو بيراه حاطين بلال في حديد، يعني مدخلينه في لبس من حديد كاملا مثل الدرع الكامل، والنار تحته، وفي حر، في حر ماذا؟ في حر مكة. والنبي يلتفت اليه ويصبره وهو يقول احد احد، ما عنده غير هالعبارة رضي الله عنه وارضاه. حتى قيل عبد من اهانتهم له، اهانتهم له انهم كانوا يجعلوا الاطفال يسحبونه في الشوارع في السكك اهانة له. لكن الرسول ينظر اليه يقول صبرا، كأني برسول، كأنه يقول يا بلال انا اعرف انهم يشوفونك عبد وانك في نظرهم مالك قيمة، لكن اعيدك انا محمد بن عبد الله ان ارفع لك من مقامك. يوم فتح مكة، يوم فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الاصنام، وش وقف؟ وقف عند باب الكعبة، وقف الرسول فنظر في الناس، فيها الان كبار العباس وابو بكر وعمر وكبار الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اين بلال؟ وين بلال؟ هذا مشهد مهيب. واسلم ابو سفيان في ذاك اليوم، من اعظم المشاهد ترى فتح مكة. فاذا بلال واقف، قال تعال يا بلال. بلال يرى نفسه انه لا شيء، رايح بعيد، وهو ذو قيمة عظيمة عند المسلمين. فتقدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا بلال وصلي معي في الكعبة، والله لا يصلين احد معي في الكعبة الا انت. ويدخل قدام الناس ويناظرون الكفار هذا صاحي، ويدخل ويصلي مع النبي داخل الكعبة فقط بلال، وطلع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف، قال النبي تعال يا ابو بكر وتعال يا عمر قفا عند الحجر، قم يا بلال اصعد على ظهر الكعبة. يا رسول الكعبة طويلة، قف والتضع رجلك اليمنى على كتف ابي بكر ورجلك اليسار على كتف عمر، ويرفعونك الصحابيين الجليلين ويرفعونه الناس يشوفون. حتى قال ابو جهل والله اني لتمنيت ان باطن الارض اليوم انها احب عندي من ظاهرها، ولا ارى هذا الغراب ينعق على ظهر هذه الكعبة. ويرفعه الصحابيين الجليلين ويرقى فوق بلال، والرسول يشوفه قال يا بلال والله الذي لا اله غيره ان هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله انك اليوم عند الله اعظم واشرف منها. اذن يا بلال، اتحدى حقوق انسان على مستوى الدنيا ان تأتيني بمثل هذه المشاهد. ويصعد بلال وهو يرى ذلك المشهد المهيب، لان القضية قضية واحدة. فانزل الله جل وعلا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. طائف يدخل عليهم ويعرض عليهم الاسلام، يقول له الاول انت محمد؟ قال نعم. قال ما وجد الله الا انت يرسله الى هذه الامة، هذا الرد الاول. يأتي للثاني ويعرض عليه الموضوع، قال انت محمد؟ قال نعم. قال اما ان تكون نبي فانت ارفع ان تكلمنا، واما ان تكون كذاب فنحن ارفع ان نكلمك ونرد عليك. ويلتفت للثالث قال له والله لو رأيتك متعلق في استار الكعبة وتقسم انك نبي الله ما صدقناك، وش تبي؟ الرسول صدم من هذه الردود وقال طيب ما دامكم لم تقبلوا ان تحموني فاريد منكم امرا. قال وشو؟ قال لا تخبروا قريش بانني طلبت منكم الحماية لاجل بلاغ الدعوة. قالوا هذا اول شيء راح نسويه، اذهب يا فلان على فرسك ولا تقف الا عند قريش واخبرهم ان محمد عندنا يريد منا ان نحميه عشان يقف في وجوهكم. قال لهم الرسول الله يعيني على ما ذكرتم، لكن اتركوني اعود واطلع. قالوا لا، ولا تخرج الان سالما، نادوا